في فجر يوم الخميس، أي في تمام الساعة 12:48 دقيقة، تصل الشمس إلى أقصى ميل لها ناحيتها الجنوب، أي أنها تتعامد على مدار الجدي. وش يعني هذا؟ يعني بداية البرد الفعلي وأطول ليلة في السنة. فالبرد الفعلي لا يبدأ إلا إذا انحرفت الشمس من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية، والعام يقولون لا برد إلا بعد الانصراف، أي لا يأتينا البرد الشديد والذي يدخل مع الإنسان في فراشه ويخرج البخار من الجوف إلا بعدما تنصرف الشمس من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية. وهذا اليوم هو أطول ليلة في السنة، وبما أن الشمس بعيدة عنا بمسافة 158 كيلو متر تقريبا، فإن هذا اليوم سيتأخر إلى بعد 7 أيام تقريبا. وبالمجمل هذه الأيام سنعيش فيها أطول ليالي وأقصر نهر في السنة. تطاول بي سهاد الليل حتى رست عيناي في بحر السهاد، وباتت تمطر العبرات عيني، وعين الدمع تنبع من فؤادي. والشمس عندها انقلابين وعبورين، فإذا انقلبت في حركتها من الجنوب إلى الشمال 21 ديسمبر نعيش أطول ليالي السنة، وإذا انقلبت في حركتها من الشمال إلى الجنوب في 21 يونيو نعيش أطول ليالي السنة. وفي العبورين 11 مارس 27 سبتمبر يتساوى في طول الليل مع النهار. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.